خير لحظات وتعطى ضربة البداية لمباراة المغرب وناميبيا لحساب الجولة الأولى من هذه المجموعة الرابعة والتي ذكرت ضم الكوت ديفوار ومنطقة جنوب افريقيا بينما الحكم اكيد سيمان الحكم الرواندي الذي يستعد لإطلاق الصافرة. إذن هنا بداية مباراة وبداية مشوار منتخب المغربي في كان 2019 اختيارات إيرفين رونار اليوم ياسين بونو حراسة المرمى نبيل درار 17 المهدي بن عطية 5 غانم سايس 6 أشرف حكيم 2 يوسف إيت بن ناصر 15 المهدي بوربيعة رقم 18 نور الدين مرابط 16 مبارك بوصوف 14 حكيم زياد 7 ويوسف أنسيري رقم 19. إذا هذه اختيارات الثرابير في رونار. بالمقابل ريكاردو مانيتي يختار العناصر التالية: كاتزابوا في حراسة المرمى، أوسيب رقم 2، نيامبي 22، شالولي 13، أنا موب رقم 4، كيجيري رقم 12، شيتي بي 19، وعريب 6 أوتو 7، ستاركي رقم 10، وليم بوندي رقم 11. معظم الأسماء الناميبية تنشط في الدوري المحلي ولدينا أسماء أخرى تلعب في الساوث أفريقيا يكون ضمن التشكيل الأساسي في المباراة الأولى على أمل التواجد سواء في مباراة لاكودمادي. والكرة تصل ليمبارك بوصوف العرضية، بعد ذلك التدخل من طرف الدفاع أوس الاعتماد على المادي بوربيع ويوسف إيت بن ناصر ومبارك بوصوف الثلاثي وسط الميدان. نبيل درار كالعادة في الجهة اليمنى أشرف حكيمي في المغربية هنا في القاهرة لما واجه الكوت ديفوار ومصر، وكذلك من نور الدين مرابط وصلت لأشرف حكيمي. أشرف حكيمي العرضية للقائمة الثانية ولكن عالية على يوسف أنصيري، عالية على يوسف أنصيري. هنا التمويل كان ممتاز من نور الدين مرابط، يترك الكرة ليلعب أشرف حكيمي. أشرف حكيمي ربما يجد بعد محاولة المرور بعد ذلك العرضية من حكيم ممكن، ولكن التدخل بعد ذلك لأوس قام القياسية في كان مصر وايضا الكاميرون ولا ننسى الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا والمنتخبات الكلاسيكيه المغرب الجزائر. وبعد ذلك المتابعه من طرف المدافع نيامبي تبقى مغربيه. نبيل درار، نبيل درار يجرب حظه من خارج منطقه الجزاء بنيه قويه لمسها حارس المرمى كاتزابوا الى الركنيه مباشره. هذه العاده مجددا. هنا المتابعه للكره الثانيه للجهه اليمنى هاروبي، هاروبي يلعب لي شيتيمبي، شيتيمبي وتدخل صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الحضور في نهائيات كاس امم افريقيا. يتعلق الامر لمن يدرار بعيده تماما على اشرف حكيمي. وجب تفادي الكرات مباشر اللعب، الكرة تحضر الرأسية في هذه الضربة الحرة. حكيم زياش يرفع الكرة، حكيم زياش والمتابعة لحارس المرمى كاتزابوا. نعم في نهاية المطاف أكثر لاعب تميز مفاجأة من أوغندا، كذلك منتخب الذي يقوده الفرنسي ديساق تبدو سهلة ولكن تكون صعبة في أرضية الميدان، بينما تسديدة من طرف حكيم زياش ولكن متابعة بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة منتخب الكونغو أو منتخب ناميبيا عفوا. ذكرت كونغو الذي تجرع مرارة الخسارة ولو أن أشرف حكيمي عائل من إصابة بعد غياب دام لأشهر عديدة. كيفما كانت المنتخب الناميبي حذاري من هذه الكرات، حذاري الدفاع يتدخل والتسديد بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. لا يجب ترك المجال للاعبي المنتخب الناميبي لأخذ الثقة بنفس والتقدم أكثر. والبتي من مبارك، مبارك يرفع كرة، مبارك داخل منطقة الجزاء فرصة انصيري والسديدة والكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. هل فيها ركنية أم ضربة؟ ياسين بونو جزاء زياج في استلام الكرة، زياج زياج التسديدة ولكن مرة جانبية. هذه الكرات التي ينتظرها اللاعب زياج وثاني تسديدة للاعب زياج من خارج منطقة الجزاء. لاعب اياكس امستردام الكرة سيكون افضل وسيكون اخطر ولكن طالما الريتم بطيء بهذا الشكل وصلنا الى الربع النهائي والخسارة امام المنتخب المصري بهدف مقابلة. ولكن سقف الطموحات صار اعلى الان. هذه الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ياسين بونو اعلى من الجميع. كان في مشكل تواصل بين المهدي بن عطية وياسين بونو، لذلك شفنا أشرف حكيمي ولكن المرور لم يكن متاحا ليلعب أشرف حكيمي. بعد ذلك تتحول نور الدين مرابط، نور الدين يلعب لأشرف حكيمي حول المرور مكشوف. هذه التمريرة كأن نور الدين جهة اليمنى ناحية حكيم زياش، زياش يرفع
في اتجاه نصيري ولكن اقرب بيا. مره اخرى اشرف حكيمي، حكيمي يعلي حكيمي على القائمه الثانيه، ولكن هكذا زيمان اشوف الاعاده، الكره الماضيه والتدخل الماضي في كلام، في كلام في اللقطه الماضيه، الصراع بين المدافع هوروبي ايضا نور الدين مرابط. شوف الاعاده المضايقه موجوده كثيره، لا مع نبيل درار ولا ايضا مع حكيمي. فرصة الكرة تطول بعد ذلك الطريقة، أن يبقى مراقبا مدافعا سياج في السلامة، سياج سدد والحارس المرمى كادت أن تغالط هذه الكرة الحارس كاتزابوا. هذه أفضل تسديدة من اللاعب سياج، فضل هنا وحكم يدخل، حكم يدخل فرصة. هذه الكرات اللي تحدث عنها في دفاعات المنتخب المغربي، والكرات الثابته طبعا من الكرات اللي سيراها درار. هنا ثلاث لاعبين يصعدون من الجهه اليسرى في نهايه المطاف، الكره تخرج ناطيه حذر من الكره الثانيه لحسن حظ اللاعب الناميبي، لم يركز في هذه التسديده. ستاركي بعد ان تابع البادي بن عطيه ورايا مرة البحث سريعا عن يوسف انصيري، والصافره الروانديه تعلن دعوات الجماهير المغربيه وخاصه هذا الطفل ريان معروف وحمل عددية في وسط الميدان، ويحرم المنتخب المغربي من صناعة الأجمل، لأن المنتخب يبقى لفائدة المنتخب المغربي. مرفوعة للكرة داخل منطقة الجزاء، المتابعة من كاتزابوا في نهاية المطاف. نعم، إذا مبارك بوصوفا، مبارك بوصوفا العرضية، يبحث عن يوسف أنصيري الذي يمتاز بالضربات الرأسية، ولكن زراوي هذه تبقى نسبية لأن مزراوي مصاب. هذه كرة عرضية، فرصة جول، يوسف أنصيري يضيع الهدف. الامر صعب يا غانم ياسيس، قد يستفيد منه المنتخب الناميبي. العرضيه خرج يا ياسين بونون، منذ الوالة الاولى كان بامكانك ان تمرر يا حكيمي، لكنه فضل ان يحتفظ بالكره لحسن الحظ. بنزيه سيرفعه، لكن مرره لغانم، سيستبقى مغربيه. فرصه مرابط، نور الدين مرابط، التسديده والدفاع بصعوبه يبعد. نعم الاريا بوصوفا يستعد ليتنفيذ، بوصوفا عاليه، لكن كاتزابوا زياش يسددها. كان ممكن زياش يتقدم بعض الشيء، كان ممكن زياش يتقدم بعض الشيء، لانه كان عنده المساحه وكان عنده المجال انه يتقدم. كلود لورو على مستوى المشاركات في لاكان، لا ننسى بان بدايه هيرفي رونار في كفاءه ناميبي، مره اخرى تصل الى نبيل درار، درار يرفع بعيده تماما يا دير. تبادل مراوغه ممتازه، مره جانبيه، ها هو حكيمي يظهر، وتأكيد لما قلت مشاهدينا الكرام بأن اللاعب أشرف حكيم زياش أكثر تحركا، لاعب حكيمي، حكيمي فرصة مباركة، دفاع يلعب جنب إلى جنب مع يوسف أيت بن ناصر، بوفال يمشي على الجهة اليسرى، زياش يخرج من محاولة لحكيمي، الأش ما زالت متواصلة، بوفال يعمل المراوغة، بوفال، بوفال سابوا في المتابعة. نعم هذا ما قلت لكم مشاهدينا الكرام، دخول بوفال يعطي إضافة نوعية على الاختراق. حذاري حذاري حذاري، ماذا سيفعل بوفال؟ يلعب لحكيم، حكيم العرضية، بوفال عندك يا بوفال، عندك يا بوفال إضافة نوعية في الجهة اليسرى. هنا نتابع هذه الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي، مرفوعة راسية ولكن بعيدة تماما، بعيدة تماما يا غانم ياسيس إلى ضربة مرمى. غانم سايس الذي يحضر لكأس الأمم الإفريقية الثانية في مسار، نعم بعد الحضور الأول. لاعب أنصيري، فرصة فرصة فرصة، زياش يراوغ، زياش يدخل، زياش المعقول، الكرة كادت أن تغرق حارسي المرمى كاتزابوا، لمست أحد المدافعين هنا اتجاه عكس اتجاه الحارس كاتزابوا، ولكن ردت فعل بالرجل اليمنى، يقص هذه الكرة ويقطع للار. مرابط عندك درار، مرابط يرفع في اتجاه أنصيري، ولكن أقرب إليها حارس المرمى كاتزابوا. كل الكرات التي تبحث عن يوسف أنصيري تكون مكشوفة سواء بالنسبة للمدافعين. مطلوب السرعة، مطلوب السرعة، انطلاقة من بوفال، بوفال بن عطية يفقد توازنه، يحاول مرة ممتازة يا بوفال، 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 الله عليك يا بوفال، الله عليك يا بوفال، في عملية فنية جميلة جدا، حدث ممتازة، ممتازة هذه العملية، فرصة، سدد، سدد، جول، بوفال، اعتقدنا بأن الكرة في المرمى يا بوفال. شوف الإعادة باليمنى، يوسف حكيمي على الجهة اليسرى، حكيمي ماذا سيفعل؟ يرفع كرة في اتجاه بوطيب ولكن عالية.
عالية جدا هذه الكرة يا أشرف يا حكيمي ثابتة. إذا زياش يتلقى الإشارة يرفع الكرة جول 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 أول هدف المنتخب الوطني المغربي. اللحظات الأخيرة كانت الحاسمة. الأسود تنصر في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام. الحلوة من كرة ثابتة سنشاهد الإعادة السيرية في المدرجات. المنتخب المغربي لم يستسلم وانتظر حتى اللحظات الأخيرة زياش في تنفيذ الضربة الحرة. هيا الإعادة مشددا، هيا الإعادة لوجود وضعية التسلل. زياش بيد المتابعة وغانم سايس يكمل نحو المرمى هدف مقابل لا شيء. أوه من نيران الصديقة.